بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باطفاري يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا في مقطع سابق ذكرت أن غاز التبريد ممكن يفسد بعد مدة. أحد الأخوان رد علي وقال لي هذا الكلام غير صحيح وأنت غلطان، وغاز التبريد أبدا ما يفسد. طبعا الجواب اللي راح أرد عليه كالتالي: إذا أنت ما عملت باكيوم بشكل سليم فنظام التبريد مالك راح يكون فيه هواء، وبالتالي عند إضافة الغاز الجديد للنظام بعد فترة راح يختلط هذا الغاز الجديد مع الهواء اللي كان موجود في النظام، وبالتالي راح يتغير خصائص الغاز اللي انت حطيته ويتحول من الغاز الاصلي الى غاز فاسد مثل ما نقول. النقطة الثانية اللي راح ايضا اجاوب عليه: غاز التبريد اذا كان موجود في نظامك ممكن انت حاس انه ضعف عندك التبريد، وبالتالي راح تجيب مثلا فني يعبي لك غاز او يضيف لك غاز للنظام. طبعا هذا الفني ما نعرف نحن الاسطوانة اللي راح يستخدمها او نوعية الغاز الموجودة في هذا الاسطوانة، هل هو غاز اصلي او غاز غير اصلي مو معروف السوق. لذلك طبعا اذا خلط الغاز الموجود القديم في نظامك مع الغاز اللي هو راح يعبي لك اياه، وبالتالي ايضا راح يسبب في فساد او تلف هذا الغاز بعد فتره. طبعا مع الحراره وعمل الجهاز بعد مده راح يتغير او تتغير خصائص الغاز الموجود، وبالتالي راح يفسد. طبعا هذه شيء من الاشياء اللي تؤدي الى فساد الغاز داخل النظام، وبالتالي بعد مدة راح يتغير. لذلك أنصح الأخوان اللي حاب إنه مثلا يجدد غازه ويعبي غاز جديد أن أولا يفرق النظام كامل من الغاز القديم، يعمل له باكيوم وتعبية غاز من الأنواع الجيدة والمعروفة في السوق. هذا أهم شيء يقدر يسويه لضمان عدم فساد الغاز بعد مدة أو عدم تغير خصائص الغاز بعد مدة والحصول على تبريد لمدة أطول بإذن الله. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكراً.